تعودنا نشوف القمر بالسماء، لكن الليلة حصرياً بيكون قاعد معانا بسراي. ضيفتنا الليلة الفنانة إلهام الفضالة. إلهام تتربع على عرش الفن من سنين، أوجدت لنفسها مكان خاص فيها لين صارت أحد معالم الفن الكويتي الحديث. الفن بالنسبة لها عمل وطني لازم تأديه على أكمل وجه. إلهام فنانة حفرت بالصخر لين انقشت اسمها من الذهب. في الفن خلت الجماد يتكلم، قوية بانفعالاتها وما تفقد السيطرة، يحبها الصغير قبل الكبير. إهي جبل ما يهز ريح، واثقة من نفسها، واثقة من إمكانياتها. في فنها مثل الشيرة، جذورها بالقاع ما تخاف تطيح. يقولون عنها سيف مجرب من زمان صعب تهزمه. إلهام حولت ساحة الفن إلى معركة تعيش في صراع إيه والشخصية لين تتغلب عليها، إما بالنصر أو فلا. تعودنا نشوف اسمها دايما مع اللي بالصف الأول، قدرت تاخذ لقب البطولة بجدارة. دايما هي سيدة العمل، تدور حولها باقي الشخصيات. إلهام بالنسبة للمنتج زينة وخزينة، صيادة ماهرة للأدوار، تعرف شنو الدور اللي يزيدها قوة. في كل عمل إلهام تكون فيه تكسر الدنيا، لها هالة مو طبيعية، ترسل دبدباتها للجمهور تحس فيه ويحس فيها. هالسنة إلهام الفضالة في إطلالة مميزة على قناة الاي تي في بمسلسل الكون في كفة. ما رح أطول عليكم زيادة، أنا أدري الكل ناطر يشوفها ويسمعها. حي الله من يانا ونور بيته ومكانه سراي.